عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم واخا راني غبرت عليكم شويه. حاله راك عارفه عائليه شويه، تمرشقه ديال الدار تخمال راكم عارفين، مع كان ديال الله الويكاند اللي كنجلس فيها السبت والحد كنخمس شي شويه. فلت لكم واحد العرض كان درنا نهار السبت، واحد المعرض درنا ندوه، ونفس الوقت درنا بعض اللبسات العريضه الازياء لبسوهم. المهم دازت واحد العشيه زوينه الصراحه، كنت درت لكم اللايف ولكن بعد الاخوات تما ما بحالي ما عجبهمش الحال وانا نحيد اللايف. كان واحد الدرس زوين 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 بزاف، يعني كان يعني خصوص الدرس ديال الام كيفاش تتعامل مع ولادها، كيفاش تتعامل مع بناتها، يعني تراقبهم، يعني موضوع مهم جدا بالنسبه لكاع الامهات، بالنسبه لكاع حتى الابناء، يعني كيفاش تتعامل مع ام ديالو، كيفاش ما يخسرلاش الخطر، يعني واحد الموضوع زوين زوين بزاف. بعض الاخوان صراحه حمقوا عليه في الموضوع، عجبهم الحال، ولكن بعض الاخوات هذوك اللي كانوا كيعطيو الدرس خفت يبان لي شويه وجههم، خفت نقع في شي مشكل، ما تفاديتها، كنت سجلته ومسحته، تفاديت هذا المشكل هذا. مهم عليناش اليوم البنات، واحد الاخت طلبت ليا كيفاش تعلم الدرس بدايه، مرحبا بها على راس العين. بالنسبه لاختي داك الورقه كتشدي ورق بتيت كارو هكا، كيفاش كديريه انا غادي نصوره ونخلي لكم مع الفيديو. الا ما كانش هادو البنات صراحه الله، الا ما تعلمتيش هاد الطريقه محاوش، يعني ماشي محال، يعني غتساعدك هاد الطريقه، غتساعدك كيفاش ترزي الورده، يعني كيفاش تدوري الا ما درتي بحال هاد الطريقه. دابا هادي ها هي انا حاطه واجدها من بعد ونحطها لكم، يعني هادي الا ما درتيش هادي، الا ما تعلمتيش هاد الطريقه راه عمركي دوري، ماشي عمركي يعني ما غاديش ها، يعني ما غتعرفيش تخرجيها نيشان دايره. ها دابا غادي نحاول نطبق لكم هذه الرشمه اللي طلبتها واحد الاخت على راس العين، مرحبا بها. كنقول لها وكنعاود نقولها، اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، تحت طلب مرحبا بها، تخليها ليا تحت الكومونتير ونطبقها كاع الاخوان مرحبا بهم على راس العين. بسم الله على بركه الله. بسم الله البنات، ها كيفاش كنديروا، كنجيو هنايا هكا، يعني هاد الطريقه البنات راه هي اللي باش كتخليك تعلمي الطرزي صراحه. كنجيو هنايا ونجيبها، يعني خصني نطلع نيشان، ما غاديش نعوج، ما غنميل لا اليمين لا اليسار هكا، وانا طالعه. يعني صراحه كتجي الخدمه زوينه هاد البنات، غير تجربوها، يعني بعد المتتبعات مستفيدات والمبتدئات، يعني ضروري تعلم شويه هكا في الدار الا ما كانش شي مركز حداها، الا كما قلت لكم ديك المره ماشي ضروري انسان الا يعني يخلق واحد المشكل باش يمشي للمركز، غير في اليوتيوب تبارك الله راه الناس عدد الناس اللي تعلموا في اليوتيوب صراحه، يعني الا ما عندهاش كيفاش تمشي راه الحمد لله سهلوا الامور. راكم عارفين بعد الام، بعد المراه اللي عندها الوليدات ما عندها كي دير تمشي، الا ما كانش حداها شي مركز ولا ما خلاهاش مولدار، يعني ما تصعبش راسها، يعني تخلق مشكل راسها باش تمشي، راه الحمد لله. وكنتمنى يعني انا كنقولها، يعني الا كانت شي اخت ولا شي اخت ولا يعني اي وحده فيكم بغات تمشي للمركز وما عندهاش مشكل مع راجلها ولا مع دارهم، يعني نتمنى تمشي تبدل الجو شويه وتستافد شويه، يعني الحمد لله. يعني بعض كاين المراكز الحمد لله راه كيعلموا البنات، كيعلموا النساء، راه كيجيو انا بعدا بالنسبه للمركز اللي فيه انا راه كيجيو عندي العيالات كبار، ماشي ضروري بنت صغيره، راه كيجيو عيالات كبار كيتعلموا الكروتشي، كاين اللي عندي انا بعدا كيتعلموا الطرز باليد، يعني الحمد لله. يعني الناس بداو كيوعوا شويه ويمشيو للمراكز يتعلموا، ماشي عيب، ماشي عيب انسان الا تعلم شي حاجه واستفادها صافي ماشي عيب. هكا البنات انا طالعه شتي، خصني نجي هاد ليسباس هذا نفس هاد العبر الفوق، كاين تحت كاين الفوق هكا، يعني طالعه بشويه بشويه.
اللي كانت طلبتها لي واحد الاخت، مرحبا بها على راس العين. البنات اللي بغات شي حاجه شي وحده شي رشمه نطبقها ليها مرحبا بها على راس العين. دابا انا كملت غادي نهبط للجهه الاخرى. هانتوما شفتوا غادي نهبط للجهه الاخرى. بالنسبه للخيط اللي دابا كنوريكم كندير هذا دابا بحال هي، حيت ما عنديش الوقت باش نبرم كندير هذا، او ديال الماكينه ديال الرباطي كتبرميه على خمسة ولا على أربعة على حسب الخيط الغرزه اللي بغيتيها، واش الخيط بليض واش خيط رشمه رقيقه هكا، وكنهود بشويه عاوتاني. يعني بصراحه هادو الا بنادم زعما تعلم ليهم راه غادي يتعلم يخدم الورده ولا الرباطي عاديه ولا المهم كاين سلسلات بزاف. يعني خرج دابا طريقه جديده، راه عندي الجديد غير بشويه غنبقى نحط لكم شويه بشويه، يعني نرضي المستفيدات يعني المبتدئات نرضيهم نرضيو كلشي المتتبعات. يعني خصنا نديروا الخاطر لكلشي. ايوا الله يعطينا غير الصبر، هذا هو اللي ما كاين. ما حيرنا مع الدراري، ما حيرنا مع الدار، يعني انسان باش يدير شي حاجه يوجدها راه ماشي سهله البنات والله. خصكم غير تصبروا معنا شي شويه، ما تملوش ما تقلقوش منا الا خشتونا غبنا عليكم شي شويه وصافي هكا. وحنا غاديين راني كنوجد لكم واحد القفطه ان شاء الله غادي يقرب يتوجد عند الخياط خياطه، غادي نوريكم داكشي جديد. راني يلا كملتو، ما بغيتش نحط تصاور باش ما نخلقش مفاجاه. دابا عند الخياطه كتخيطها الاخت مولاتها، راه غادي تكملها لي وغادي تجيبها لي نصورها نكمل يعني ندير فيديو، حيت انا عندي التصاور باش ندير فيديو ها كيفاش كنهودو حتى كنوصلو الحاشيه قنت مع القنت. انا دابا وصلت للقنت، دابا نفس الطريقه غنطلع طلعي بشويه هاك شتي. يعني هاد الطريقه الا ما درتيهاش غادي تقاي مشكل، ماشي مشكل زعما يعني حل هو واحد الانسان يتعلم ماشي عيب بشويه بشويه. يعني كنقولوا نقطه نقطه كيحمل واد هكا. وانا طالعه الدرس يعني مهم بدا صراحة هكا حتى كنطلع بشويه بشويه. حتى كنكملوا باش نوريكم عاوتاني الجهه الاخرى عاود. هادو الطريقه البنات عندي بالنسبه للمركز اللي كنعلم البنات، يعني فاش كتدخل اي وحده هادو هما السلسله الاساسيين اللي نعلموهم باش يتعلموا كيفاش يخدموا الطرز ديالهم. يعني الا ما علمتيهاش هذه بحال ملي كتدخلوا المدرسه كنديروا الف والباء، راه هكا حتى هذا الشيء حتى الطرز راه فيه هكا، يعني داك الشيء بتدريجي. يعني ما نجيش ندير ورده مباشره وانا ما عمرني شديت الخيط والابره ما كيفاش حتى كنكملوا الرشمه ديالنا هكا. دابا انا كملت الفوق عاوتاني نهود وحنا غاديين. دابا كنهبط بشويه بشويه
دابا غادي نحاول نوقف لكم شويه فيديو، نخدم لكم هذه باش ما باش ما يجيكمش الفيديو الطويل. نتمنى اختي ديالي تعجب هذا الطلب اللي بغاتو. دابا غادي نحاول نوريكم هادو اللي قلت لكم باش كيجيو بحال الوريضات. هادو اللي كنخدموهم كنجيو هنايا في الجناب، هنايا شويه جينا ونخدم غير بشويه عليا، يعني قبل ما نخرج الابره شوفوا واش الرشمه ديالي غدا في بلاصتها، واش الطرز الابره واش غادي نيشان، واش معوجت الخدمه ما هكا، حتى هذيك كنمشيو نيشان طلعوا نيشان، يعني الخدمه عندنا كلها فيها نيشان. يعني كتجي فيها خدمه زوينه اذا تقنتيها، كطلع الطرس ديالك زوين نتيا تعلمي كتفرحي كتحسي براسك راكي درتي شي حاجه. والله البنات غير تعلموا الطرس تحسي براسك تديري شي حاجه زوينه، خصوصا الا كنتي تعلمتي وخدمتي شي جليليبه ولا شي قفيطان كتحسي براسك شنو دايره، يعني كتقولي شنو انا راني عطيت عندي ما نعطي هكا وانا غاده حتى كنكملها. شتو شتو كيفاش كيفاش كيجي، يعني الخدمه الرباطي خصو يجي نيشان كيفاش جايه نيشان هكا خصها تكون. يعني ما كنخدموش مايلين كنخدمو نيشان، تعلمي تخدميها نيشان. هي راه هادي طراسي وهار شموها غير بدرهم، نص ديال نص ديال الدرهم طبقوها في شي ورقه ديال ورقه خلاص ماشي ورقه بيضاء عاديه، ورقه ديال بتيت كارو باش تجيب تجيكم رشمه واضحه باينه هكا. وانا هنا دابا علي نكملها باش نمشي للجهه الاخرى باش ما اخرى. هذه البنات والله الا غير تبقوا هذه في بوحدكم في ديوركم ان شاء الله تجيكم سهله. عاوتاني كنمشيو للجهه الاخرى وحنا غاديين كنمشيو نيشان ما كنميلوش ليبره.
شفتوا هيا نيشان نسرح الخيط باش ما يبقاش شي خلاص حتى كنكملو هادي والله البنات غير تعلموا هادشي في ديوركم راه الا ما عندكمش المراكز كيفاش ديرو ما كتمشيش المركز دير في الدار الحمد يعني الحمد لله راه تبارك الله البنات اليوم ولا كلشي عنده الرغبه مع هاد الموديلات مع هادشي اللي ولا دابا الصناعه التقليديه تبارك الله راه الحمد لله قال لك الا ما غنات تسترك يعني اسمع الا ما غناتش تسترك بعدا الحمد لله هكا حتى كنكملو هنايا ديالنا انا قريب نكملها نكمل الثانية نفس المثلث نفس الدائرة نفس الدائرة مشيت مع المثلث تبع الهندسة هذه ايام ديال القراية مشات وحنا دابا عاوتاني غنطلعو ثانية عاود هانتوما البنات هادي تحت الطلب ديال الأخت اللي طلباتها مرحبا بها دابا باش نوريكم هادي عاوتاني هادي هي اللي كنخدموا بها الورده البنات دابا عاوتاني غادي نخدم هادو ها هو الورقه هادي جا حطها غادي نخدم هادي 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 هي باش كيفاش تخليك تخدمي الورده يعني عندك هادو هما اللي كيتحتاجوا الاساسيين ها نحشيو الخيط من الفوق ونهدو يعني الخدمه ديال هادي كنمشي كلها نيشان هكا وكنطلع يعني الورده الا ما درتيش هاد الطريقه يعني ما غاديش تعرفي تقنيها زعما مزيان كنقولوا له هذا كنقولوا الطريقه ديال البيستولي كيتخدم حتى في الماكينه وكتقطعي الحاشيه ديالو كدير في القميص لا شي قميص العمق ديال القميص ولا ديال الكمام حتى الطريقه كتخدم بالماكينه هذه يعني العنق بلا ما ديري السفيفه ولا الكمام كنديروا هذا البيستولي كيتخدم وكنرجعوا نخدموه عاوتاني فوق وصغير عاد كيتقطع بالمقص بسريبتات يعني بالنسبه للطريقه ديال انا كنهضر غير ديال الماكينه ما ديال اليد لا كتخدم هذه الطريقه غير بالور ديال الطريقه ديال الوريضات هكا وحنا غاديين نغيب شويه حتى كنشوف الخيط فين الابرة فين خرجتها عاد كنخرج الخيط نشوف الابرة واش خارجه نيشان في بلاصه يعني تبع الرشمه بلا ما نخرج عاد نبقى نفسخ حتى كنشوف واش بتا في الرشمه عاد نخرج الخيط وحنا هكا كنستمروا بشويه بشويه
بهذه الطريقه هكا كيفاش كنمشيو. شفتوا حتى هي كنخدموها نيشان يعني ما كنعوجوش. كنهودو غير بشويه باش نجيبوها هاد الحاشيه ديالها لتحت، يعني خص هاد القنت مع هاد القنت يجيو بحال بحال. دابا غنشوف الحاشيه القنت مع القنت، ودابا غنطلع طاب شويه انا طالعه. خدامين حتى كنخدمو دوب شويه اي بشويه ما تقدروش بالزربه. اصلا هاد التوب هذا ديال شريته طريف باش نوريه لكم، ولكن كيتمزق ماشي من داك التوب زوين مزيان. الى شريت بزاف كيتمزق الثوب. كيعرف دابا ديال الشينوا ولا كي السلعه ولات كتبدل ما كتبقاش السلعه يعني البروميان، يشوفوا شي حاجه عليها طلب ضروري كيغيروا. بحال دابا الابره الشرقيه، الابره الشرقيه البنات ما بقاتش الاولى اللي كان يعني الاولى اللي كنعرف انا ماشي هي هذه دابا. يعني دابا بالنسبه للبنات اللي كيشريو الابره الشرقيه ولات غير كطيع ليهم. انا عندي الاولى مازال مزيانه واخا كتخدميها مزيانه، يعني حتى ملي كنبدل الريوس تاع الليباري ما كي داك العين ديال باش كنبدل كتبقى مزيانه. مال الليباري ديال دابا الا بدلتي غير مره الاولى صافي داك العين تتوسع صافي ليبره، ملي كديري ليبره كتمشي وتجي حتى في الخدمه ديالك ما كتبقاش خدامه ما كتخدمش مزيان صراحه. بالنسبه لي ليبره الجداد اللي ولاو دابا الغليظه اللي بحال ستيلو اللي فيه ثلاثه ديال ليباري يعني البروميان ما بقاتش البنات الله من ولات عليها الطلب بزاف. ولاو كيخدموا الخدمه ديال الشينوا غير كور كور الله الله غير كيكوروا عليه يعطيونا هكا. وحنا طالعين عاوتاني حتى كنوصلو الفوق. هادي هي الشكل النهائي ديال الاخت اللي طلباتها. كيفاش ان شاء الله تعجبك يعجبك هاد الدرس. جميع زعما المستفيدات للمبتدئات ان شاء الله مرحبا بهم، حتى هما اللي باغا تعلم مرحبا على راس العين هكا. وحنا غاديين ها كيفاش كنمشيو
هذا هو الطريقه اللي باش كتعلم. الا ما درتيش هذه الطريقه يعني باش ديري الرباطي راه ما غاديش يعني ما غاديش تعرفي لها تيك سهله يعني غاديك شويه صعيبه. هذه الطريقه البنات البنات اللي بغات شي حاجه مرحبا بها لا صولعين. اللي بغات شي حاجه نطبقها ليها بغيت تقولها ليا تكتبها لي في كومونتير ونطبقها ليها على راس العين. اي وحده اي وحده سواء متبعات ولا سواء مبتدئات ولا مستفيدات اللي بغات شي حاجه مرحبا بها البنات على راس العين. نهار كبير هذاك اللي طلبتو شي حاجه درتها كنفرح مزيان لان كتبعوني في القناه ديالي. يعني صراحه بكم راه ما كتكون لا قناه لا حتى حاجه. نتوما اللي كدعمونا نتوما اللي كتخليونا نزيدو لقدام ان شاء الله. يعني كنحسوا براسنا بان راه حنا كنعطيو شي حاجه كتستافدوا من زعما يعني هذه فرحه كبيره كنحس بها زعما صراحه الله. وشكرا بزاف البنات ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. هذا نتلاقاو في شي فيديو اخر ليك يعني اللي بغات شي حاجه نديرها لها على راس العين. ومرحبا بكم البنات ما تنساوش البنات الشدادات يشتركوا معايا في ديروا ابوني وبركوا على الجرس على الاشتراك وما تنساوش البنات يديروا لي لايك وما تنساوش اللي تخلي لي شي حاجه تعليق مرحبا بها على راس العين. هذا هي الطريقه ديالها البنات النهايه. ونتلاقاو في الفيديو اخر ان شاء الله. وتهلاو في راسكم وتصبحوا على خير حيت انا راني الليل.